تحذيرات من كارثة إنسانية قد تسببها أي عملية عسكرية في إدلب. تأمين ممر إنساني لإجلاء السكان المدنيين بمشاركة الأمم المتحدة هو العرض الذي تقدم به المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ماستورا. الشمال السوري الذي يريد النظام بسط سيطرته عليه يقطنه نحو 4 ملايين شخص بين سكان محليين ونازحين. الإحصائيات تفيد بأن 2,200,000 شخص هو عدد سكان المنطقة، وعدد الذين يقطنون المخيمات 800,000 شخص، أما عدد المهجرين فوصل إلى 830,000 شخص، في حين يشكل النازحون في إدلب نصف سكانها، وأي عمل عسكري في منطقة إدلب يهدد بإجبار 700,000 آخرين على النزوح عن ديارهم حسب الأمم المتحدة. المنطقة تعتمد بشكل رئيسي على معونات المنظمات الإغاثية هناك، وهي الأخرى قد تعاني جراء الهجوم المتوقع، ما سينعكس بشكل مباشر على الوضع الإنساني المتأزم في المنطقة. ملوك الشيخ، العربية.